اول خبر معانا في حلقتنا النهارده عن النجمه ياسمين عبد العزيز والنجم تامر حسني اللي كان مفروض هيبداوا تصوير مسلسلهم الجديد على راي المثل، لكن الجديد ان ايمن بهجت قمر وخالد جلال اعتذروا عن كتابه سيناريو المسلسل، واللي عرفناه ان هو اتقال ان حصل مشاكل كتيره، لكن ايمن كذب كل الكلام ده وقال ان هو اختلف مع محمد سامي على كتابه السيناريو واعتذر عن المسلسل. عايزين نطمنكم على صحة الكينج محمد منير. هو الحمد لله دلوقتي قام بالسلامة. الكينج محمد منير كان وقع على السلالم في بيته وحصل له مشكلة في رجله واضطر ان هو يسافر ألمانيا وعمل عملية هناك، لكن عايزين نقول لكم ان هو الحمد لله قام بالسلامة دلوقتي. مش بس الكينج محمد منير، كمان النجمة الكبيرة نادية لطفي كان حصل لها مشكلة طبعا زي ما انتوا عارفين، وكانت موجودة في المستشفى بقالها فترة طويلة، لكن عايزين نطمنكم عليها، هي دلوقتي عملت علاج طبيعي وصحتها دلوقتي احسن بكتير. بعد النجاح الكبير لفيلم مولانا من بطولة النجمة عمرو سعد ومن كتابة الصحفي الكبير إبراهيم عيسى، قرروا إن هم هيتعاونوا مع بعض في فيلم جديد هيكون برضو من بطولة عمرو سعد ومن كتابة إبراهيم عيسى. يا ترى اخر اخبار السوبر ستار كريم عبد العزيز؟ هو بدا تصوير مسلسله الجديد الزيبق، اللي عرفناه ان هو بدا التصوير في ديكور الحاره في مدينه الانتاج الاعلامي.